لو الواحد بطلب منكم تروح تشتروا برودكت اعلان بتروحوا بتركضوا بتشتروا البرودكت. بس لما اقولكم اهل جنوب لبنان تهجروا لعنا ولا في فرشات يناموا ولا ولا في اكل انف نطعميهم ولا في مي نشربهم وكتير اشي اساسية في الحياة موجودة في بيتك وفي بيتك اوكي مش موجودة عندهم وهلأ الدنيا عم تشتي برا والناس بالشوارع. قلت لكم كل واحد فيكم لو دولار واحد بحل مشكلة لإنسان في ورطة. نحن اليوم بحاجتكم بحاجة كل شخص فيكم لنوقف وقفة واحدة مع أهلنا وإخواننا النازحين من جنوب لبنان. هيك العربي اليوم بحاجتك وانتوا قاعدين بتتقرجوا. نحن اليوم واجبنا، أنا اللي بعمله هيدا واجبي. أنا بحياتي ما طلبت تبرعات ولا دخلت بهيدا المجال، بس أنا عايش اليوم بين هاي الناس عم شوف يوميا شو عم بيصير.